يسهم القطاع الخاص بصفة كبيرة في امتصاص البطالة خصوصا في أوساط خريجي الجامعات. العينة من ولاية عين الدفلة في روبورتاج وسيلة بوشر. بيرغان إنرجي إحدى أكبر وحدات الإنتاج للبطاريات في إفريقيا، تتأهب لتوسيع نشاطها ليشمل بالإضافة إلى رسكلة البطاريات تنويع هذا المنتوج. وإذا كانت الشركة الأم ببريان، فإن أصحاب المشروع يختاروا المنطقة الصناعية لعين الدفلة لتوسيع نشاطهم. ولاية عين الدفلة اللي حلتنا الأبواب، والسلطات المحلية وسيد الوالي حلنا كل الأبواب، وكنا سمنا تسهيلات جينا درنا هنا استثمار. كما يأمل هذا المتعامل الاقتصادي رفع إنتاج البطاريات إلى 1,000,000 بطارية في العام، كما أنه يحلم بغزو أسواق عالمية بعدما خاض مجال التصدير إلى كل من كوبا، إسبانيا ومصر. عندنا مصنع تاع تكرير الرصاص، وناخذ بطاريات القدم ونريكيبير ونريسيكلي باتري انسيان، نخرجوا دي بلون ونبرودوي نوتر بروبر بلون نو ميم، سافي دي سي برودكسيون ناسيونال. عندنا ان تو دانديكاسيون ان الجيري دو 90%. كما يساهم مصنع البطاريات هذا في امتصاص البطالة بشكل كبير، حيث سيقوم بتوظيف 182 عاملا مع نهاية العام الجاري. Les premiers jours, j'ai pensé que c'était fatigant et tout, mais l'ambiance de travail, c'est vraiment la jeunesse et tout. مليحة. ويضمن بيرغان إنرجي تكوينا خاصا للموظفين الجدد، كما أنه يحرص على نقل الخبرة التي اكتسبها بعد شراكة أمريكية دامت أكثر من 10 سنوات لليد العاملة الجزائرية. لدي دبلوم ليسونس هندسة طرائق كيمياء صناعية جامعة 5 مليانة، حطيت السيرة الذاتية في المصنع. داروا لنا تيست، أنت تيست، بعد يومين عيطولي. لكن هذا المستثمر كغيره من المتعاملين الاقتصاديين يعاني من مرض البيروقراطية. البيروقراطية تجيب الحاوية تاعك من الجنوب تحطيهم في الميناء، يقول لك ما تدخلهمش حتى يلحق الباخرة، واش راح ندير؟ ويبقى لك تما الحاويات فوق الشاحنات 15 يوم 20 يوم، هادو توت سا سي موبيليزاسيون سا كوتشير بور نو. وفي انتظار تخفيف الضغط على المستثمرين، يبقى أمل بسليمان حميد في تغطية السوق الوطنية بنسبة 64% مطلع السنة القادمة.